يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، الأسكندرية 33-24، مطروح 30-23، بورسعيد 33-26، والإسماعيلية 37-26. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 26، العريش 34-24، طابة 39-26، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 41-30. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 29، أسوان 42-29، الوادي الجديد 43-26، شلاتين 42-32، وأخيرا حلايب العظمى 38 درجة والصغرى 30. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.